colleagues, Omar Nowara. Omar is a طالب في ثالثة طب عين شمس. Omar النهاردة هيجي يكلمنا عن ال prejudging. هو بدأ campaign قريب ومنزل فيديوز وبيتكلم عن ال prejudging وإن إحنا إيه الفكرة بإن إحنا بنحكم على الناس من قبل ما إحنا نعرفهم وليه دي حاجة غلط. طب لو حاجة غلط أنا أقدر أوقفها إزاي؟ فعمر هيجاوبنا على الأسئلة دي كلها. أنا النهاردة جاي أتكلم عن الـ prejudging. طب قبل ما أبدأ كده عايز أسأل سؤال، هو الـ prejudging ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ متهيألي 90% من اللي هيردوا عليها يقولوا لي والله الـ prejudging ده حاجة وحشة. طيب كويس، إحنا عارفين إن الـ prejudging ده حاجة وحشة. لما إحنا عارفين إن هو حاجة وحشة أنا ليه طالع أتكلم عنه؟ أنا إيه اللي جابني؟ طب خلاص إحنا عارفين إن هو حاجة وحشة. أنا جاي أتكلم لأنه بالرغم إن إحنا عارفين إن الـ prejudging ده حاجة وحشة الا ان الموضوع بقى كومن جدا وبقى بيحصل في كل حته في حياتنا. بقيت بتعرض للبريجادجنج وبشوف موقف فيها بريجادجنج من يير 6 او من يير 7 سواء كنت انا او بيحصل قدامي لحد من صحابي او حتى في ماتشات الزمالك مثلا لما لعيب جديد ينزل بيحصل للبريجادجنج. فبالرغم احنا عارفين انها حاجه غلط انها حاجه متكرره ومنتشره جدا، فانا وصلت الفتره الاخرانيه لفتره لا انا بالنسبه لي كفايه كده قوي على البريجادجنج، انا مش هستحمل ان فكره البري جادجنج تبقى فكره انا المفروض اتعايش معاها، انا عايز اعمل ديفرنس، انا عايز اغير شويه في المجتمع الصغير اللي حواليا. فانا هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا هعمل كامبين هتكلم فيها جماعه لازم نبطل البري جادجنج. طيب اول حاجه بدات بيها في الكامبين لازم اعرف ايه هو البري جادجنج. البري جادجنج ده كونسبت ده بنتكلم فيه ايه التعريف بتاعه في الدكشنري، لو عايز اعرف اي معنى اي كلمه ادور عليه في الدكشنري. ايه معناه؟ معناه ان احنا نكون حكم على حد، على حاجه، على فكره من غير ما يبقى عندنا الادكويت انفورميشن. وحته الادكويت انفورميشن هي حته مهمه جدا بقى. لان اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان احنا بناخد معلومه، بناخد حاجة، المعلومة دي ممكن تبقى حاجة واحد صاحبي حكى لي عليها، المعلومة دي ممكن تبقى حاجة أنا سمعت عنها إشاعة، واحد شفته في مش عارف، واحد شفته بيشرب سجاير، حتى المعلومة دي ممكن تبقى الفاكت بتاعت إن أنا والله أنا واحد صاحبي متخانق مع حد. كل دي معلومة. المعلومة دي بيبقى إيه المشكلة بتاعتها؟ المشكلة بتاعتها إنه مش ماشية مع المورال كود بتاعي، مش ماشية مع أخلاقي. يعني ازاي؟ يعني مثلا واحد بيشرب سجاير، طب انا شايف ان شرب السجاير ده غلط، هنا تحصل المشكله. فبعمل ايه؟ طب ازاي هو بيشرب سجاير وانا شايف ان شرب السجاير ده غلط؟ بوصل للحل. حل ايه؟ انه الجادجمنت نفسها، هو بيشرب سجاير علشان هو مش متربي مثلا. طيب هنا بقى بتبقى المشكله، لان المعلومه اصلا اللي انا واخدها دي او انا ما بقعدش ادي لنفسي فرصه افكر هي المعلومه دي صح، المعلومه دي غلط، المعلومه دي اصلها ايه، لا انا باخد المعلومه على طول. المعلومه تبقى في الاغلب غلط، تبقى في الاغلب مش كامله. والمشكله كمان الحقيقيه ان المعلومه النيجاتيف اللي انا باخدها دي بيبقى ليها تاثير على المخ كبير. يعني انا حسب دراسه قريتها في البيهيفيرال سايكولوجي علم النفس لقيتهم بيتكلموا ان هم عملوا اف ام ار اي على المخ. اف ام ار اي ده جهاز بيقيس وظائف المخ. عرضوا شخص لمعلومه بوزيتيف ومعلومه نيجاتيف عن شخص تاني ما، اكتشفوا ان المعلومه النيجاتيف ليها امباكت اكبر بكتير قوي من البوزيتيف، بتنشط مناطق في المخ اكتر من المعلومه البوزيتيف، وبالتالي المعلومه النيجاتيف دي هي اللي بتعلق في المخ، هي اللي بتثبت وبتعمل حاجه اسمها unconscious bias، ان انت من غير ما انت تاخد بالك تبقى انت متحيز ضد الشخص ده. سهله كده؟ اه سهله كده. طيب المعلومه اللي انا خدتها وعملت لي unconscious bias ده بالمناسبه ده شبه شويه اللي بيحصل في حالات البريجيدس. ايه حالات البريجيدس؟ حالات البريجيدس برضو بيحصل فيها unconscious bias، لكن موضوع البريجيدس ده موضوع كبير في ناس هتتكلم عنه احسن مني. طيب unconscious bias دلوقتي بالمناسبه حد يعرف انا اهلاوي ولا زملكاوي؟ طيب لو انت قلت ان انا زملكاوي
فاحب اشكرك وهنيك جدا 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 اقول لك مبروك انت عملت لي بري جادجنج. ليه؟ لان انت قلت لي زملكاوي بناء على جمله انا قلتها من دقيقتين بالظبط. طيب حلو كده، نروح على الليفل بقى اللي نعلى شويه. عرفنا ايه هو البري جادجنج، بيحصل ازاي، طب تاثيره ايه. اول حاجه تاثيره ان انت مبدئيا يعني انت بتاذي الشخص اللي قدامك، انت شفت واحد بيشرب سجاير وحصل لك الانكونشس بايس. المشكله بقى ان الانكونشس بايس ده بيتحول لاكشن، مش بيفضل انكونشس بايس لان انت اصلا انكونشس، فالاكشن اللي بتعمله بتبقى برضو انكونشس، ما تبقاش واخد بالك من الاكشن لان انت اصلا مش واخد بالك ان انت متحيز ضد الشخص ده. فبيحصل الاكشن، الاكشن ده ممكن يجي في 500 حته وبيجي في 500 طريقه. ممكن الاكشن ده يبقى ان انت تسلم على الشخص اللي بيشرب سجاير ده بطريقه وحشه، وممكن يوصل لدرجه ان انت تشوفه في الشارع فتكشر وتروح ماشي الناحيه الثانيه، لو انت تعرفه تروح مكشر في وشه وماشي الناحيه الثانيه. فده بيأذي الشخص اللي قصادك. بعدين المشكله في موضوع البري جادجنج ان هو مش بتحصل مره، ده بيتحول لهابت. مره في الثانيه في الثالثه شفت واحد بيشرب سجاير عملته وحش، اللي بعديه عملته وحش، اللي بعديهم عملته وحش. فبقى ان انا اي حد بيشرب سجاير بالنسبه لي بقى شخص وحش. ستيريوتايبنج. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ ان بقى في مجموعه من الناس بتشرب سجاير وحشين بالنسبه لي، مجموعة تانية خاص انا اصحابي دول مش بيشربوا سجاير، بقى حصل ديسكريميشن. كل ده يحصل من بيج كل ده يحصل من بيج. طيب انا حسيت لا انا عايز اكتر، انا عايز اعرف اكتر عن الموضوع. فعملت ايه في الكامبين؟ رحت سالت الناس، انا عايز اعرف معلومات اكتر عن الايفكتس اوف بيج. سالت الناس سؤالين. السؤال الاولاني يا جماعه do you remember being prejudged السنه دي في المدرسه او الجامعه؟ انت فاكر ان انت اتعرضت لموقف بري جادجنج السنه دي في المدرسه او الجامعه؟ 78% من اللي جاوبوا قالوا اه. يا لهوي رقم كبير. طب سالت سؤال تاني يا جماعه انت تفاكر انت نفسك عملت بري جادجنج لحد وطلعت غلطان؟ 84% قالوا اه. ارقام كبيره، ارقام تخض. طب فبقيت بقى ايه؟ طب لا يلا تعالى احكوا بقى، انا عايز اعرف اللي حصل، انا عايز كل واحد يجي يحكي لي موقفه الشخصي مع البري دودجنج، انا عايز كل واحد يجي يحكي لي هل هو اتعرض لبري دودجنج ولا ايه اللي حصل معاه. فبقى جات لي حكايات تخض، ومن كتر ما هي تخض انا اتعلمت منها. واحده من الحكايات مثلا اكتشفت ان موقف انا كنت موجود فيه، اتنين تلاته اصحاب بيهزروا مع بعض وانا مواقف ما بينهم، وواحد رمى حاجه بري دودجنج على التاني في النص، وموقف عدى وكلنا ها 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 وضحكنا ومش عارف ايه وبتاع. لقيت الشخص ده جاي يحكي لي بعدها بخمس شهور ولا ست شهور، فاكر اليوم ده؟ اهو ده كان كنت انا اتضايقت جدا ولسه فاكرها لحد النهارده، وانا بالنسبه لي الموقف اصلا نسيته. فهو ايه ده؟ موقف تاني برضو ضايقني جدا جدا جدا، ان انا بنت حكت لي انها كانت بري دوجد، انها مش فن كفايه علشان لابسه حجاب. يا لهوي الكلام ده بيحصل عندنا في مصر؟ الحجاب عندنا في مصر هنا؟ فعشان كده انا اتعلمت من الحكايات دي، انا اتعلمت، انا ما كنتش اعرف ان حاجات زي دي موجوده عندنا، انا اتعلمت. فعشان كده انا بطلب منكم احكوا يا جماعه زي ما انا اتعلمت من الحكايه. انا متاكد ان في واحد هيبقى عايز يتعلم من حكايتك او حكايتك. احكي الموقف اللي انت تعرضت له مع البري جادجنج، احكي بقى على بينك وبين صحابك، احكي على سيف تو سي، احكي على السوشيال ميديا بتاعتك. المهم تحكي، خلي الحكايات دي تنتشر عشان الناس تتعلم، لان الناس فعلا محتاجه تتعلم الموضوع ده. طيب ده تأثير البري دودجنج. نعلى كمان، ناخد خطوة كمان، نروح للسؤال الكبير. أنا دلوقتي اكتشفت إن البري دودجنج ده حاجة وحشة وأنا بعملها، طب عايز أبطل بقى أعمل إيه؟ ده سؤال مهم جدا. أولاً إحنا متفقين إن البري دودجنج ده مش حاجة بتحصل مرة، يعني أنت مش بتصحى من النوم مرة واحدة كده خلاص يا جماعة أنا بطلت البري دودجنج وبقيت إنسان جميل. البري دودجنج ده هابت، وأنت عشان تكسر هابت لازم بالتمرين، مش بتبقى مرة واحدة، لازم تتمرن في يوم واثنين وثلاثة وشهر وشهرين لحد ما تبطل الموضوع ده. وانا نفسي انا بتمرن معاكم، يعني انا من ساعة ما بدأت الكامبين وانا بحاول اتمرن. انا مش بقول ان انا بيرفكت وبقول بقى ان انا عارف كل حاجة او ان انا خلاص اكتر بني ادم مش بعمل بري جادجنج، بالعكس ده انا من ساعة ما بدأت الكامبين من 10 ايام، من ساعة ما بدأت اعمل ريسيرش عليها من 3 شهور، بقيت مثلا قاعد بكلم اصحابي بنهزر مش عارف ايه بتاع، لقيتهم طب ايه ده؟ طب ده بري جادجنج ده على فكره يا جماعه، بيتركز في الموضوع. فدي دعوه مني يا جماعه، تعالوا كلنا نتمرن ان احنا نوقف،
تعالوا احنا عندنا مشكلة، تعالوا نتمرن احنا نغير الموضوع. طب نتمرن على ايه بقى؟ اول حاجة ان انت لازم تبقى سلف اوير. يعني ايه سلف اوير؟ ان انت تبقى واخد بالك من كلامك، ان انت تقعد مركز مع نفسك فترة، اسبوع اسبوعين، مركز مع نفسك، مركز في كل كلمة بتقولها، في كل رأي انت بتقوله عن اي واحد، بتتكلم في كلامك مع اصحابك العادي، تبقى مركز تسأل نفسك انا بعمل prejudging طيب في الكلام ده؟ طب انا بظلم الشخص ده معايا؟ طب انا الكلام اللي انا بقوله ده ينفع ان انا اقوله ولا لا؟ طيب لقطت نفسي وانا بعمل prejudging، اول حاجه لازم افتكرها حاجه مهمه جدا، ان انا مين اصلا؟ انا مين عيني حاكم؟ مين عيني ان انا المفروض ان انا جادج؟ انا رايي ده مش مهم اطلاقا، رايي ده مهم بالنسبه لي لكن مش بالنسبه للناس تاني. انا مش المفروض ان انا احكم اصلا على الناس، انا ليه احكم على حد؟ فعشان كده ده اول حاجه لازم تفتكرها. بس 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 انا فهمت خلاص انت عايز تقول ايه يا عمر. انت من الاخر عايزنا نكون عبط وسوزك، يعني بمعنى ايه؟ يعني واحد اذاني مره واثنين وثلاثه واربعه اروح انا اعمله كويس قوي واسلم عليه واحضنه وابوسه واقول اصل خلاص اصل انت مش عايزني ابقى بري جادج، بلاش ابقى بري جادج. لا انا ما قلتش كده خالص، مش ده اللي بقوله. الاتيتيود اوف بينج نون جادجمنتال اكوردنج لكارل روجرز، بالنسبه لكارل روجرز هو unregardless positive ادي بني ادم benefit of the doubt، يعني ان انا ادي افتراض حسن النيه دايما على طول الى ان يثبت العكس. انا بفترض خلاص ان انا بتعامل مع بني ادم بفترض حسن النيه، انا مش برمي نفسي لكن انا لا عايز لا هنا، لا عايز ان انا ابقى خلاص ساذج وبثق في اي حد، ولا عايز ان انا ابقى الناحيه الثانيه، انا عايز في النص. اديله بنفيت اوف ذا دوت، افترض ان البني ادم اصله، كل بني ادم اصله كويس. طيب عملت كده وبعدين ايه اللي حصل؟ عمل حاجه وحشه، بس بقى ده المفروض بقى ان انا ده شخص وحش. اول حاجه لازم افتكرها حاجه مهمه جدا، ان اولا في حته البري دوجنج دي ميزه البري دوجنج ان انت عمرك ما بتبقى ظالم وعمرك ما بتبقى مظلوم. انت مرات عملت جادجنج لناس ومرات كنت انت المظلوم، فلما تيجي تعمل لناس خليك فاكر احساس ان انت كنت في يوم من الايام مظلوم، احساس ان انت تعرضت للبري جادجنج في يوم من الايام كنت متضايق قد ايه. طب يا عم هو بص، هو انا رعيت الاحساس وكل حاجه بس هو شخص سيء جدا وضايقني مره واثنين وثلاثه وعشر وانا رايي فيه كذا. طيب جميل، السؤال بقى هل حد فينا عارف كل المعلومات الممكنه على كل حاجه؟ لا. يبقى لما تكون راي تبقى مدي لنفسك 1% بس، 1% فرصه ان انا والله رايي ممكن يطلع غلط لان انا اكيد مش عارف كل حاجه، لان انا مش عايش حياته، لان انا ما اعرفش كل حاجه ممكن. بس طيب ده كان مجهود طالب، ده كان الكامبين بتاع طالب، زيرو ريسورسز واتس ايفر، ما عنديش اي مصادر، ودي الحاجات اللي انا عرفت اطلعها. لكن انا نفسي ان حد يجي بعدي بريسورسز اكبر بموارد اكبر يعمل شغل احسن من كده. انا بحاول اغير في الدائره الصغيره بس بتاعتي في 200 300 واحد اللي يعرفوني اللي بيسمعوني اللي مش عارف ايه، لكن انا نفسي ان التغيير يبقى اكبر، نفسي ان واحد يجي يعمل ريسيرش بارقام ريلايبل اكتر من كده. يا جماعه عيب البري جادجنج ان احنا بالرغم ان كلنا عارفين ان هو غلط الا اننا ما حدش بيتناول الموضوع بشكل ساينتفك بشكل سليم، لدرجه ان احنا لو عملنا سيرش، جربوا الموضوع ده، اعملوا سيرش في على كلمه افكتس اوف بري جادجنج على جوجل او على يوتيوب، عارفين يطلعوا ايه؟ هيطلع صور وفيديوز عن مستر اولمبيا. محتاجين ناس اكتر تتكلم، محتاجين نتاكل الموضوع بشكل ساينتفك اكتر من كده. في الاخر انا حابب اشكر كل حد ساعدني في الكامبين، كل حد عمل لي سبورت، كل حد وقف جنبي، كل حد عدى عليا قال لي برافو على فكره انت بتعمل حاجه جامده. وحابب برضو ان انا اخص بالشكر واحد صاحبي اسمه كريم وائل. كريم هو اللي عامل الديزاينز بتاعت الكامبين كلها وتعب معايا مجهود فظيع. واخر حاجه عايز اقول لكم، يو كان فايت or hold a grudge, but never prejudge. شكراً.